رواها الرسول. يا رسول الله يا حبيب الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. رواه الترمذي. يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا رسول الله. الحديث عن عالم الذر جاء في القرآن الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا تأكيد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى أوقف ذرية آدم وهم جميعا في عالم الذر قبل أن تلتقي الأرواح بالأجساد. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله سبحانه وتعالى أوقف البشر، أوقف ذرية آدم. قد يقول البعض: أنا لا أذكر هذا، وهذا حق، هذا حق، لكن كونك لا تذكره هل معنى هذا أنه لم يحدث؟ كم من موقف حدث لك وأنت في مهدك وأنت رضيع، هل تذكر هذه المواقف؟ ربما يذكرك بها أبوك أو تذكرك بها أمك، ولكنك الآن لا تذكرها، فهل معنى هذا أنها لم تحدث؟ ثم ارجع إلى فطرتك، ارجع إلى نفسك، ألست مفطورا على توحيد الله؟ هؤلاء الذين يشركون بالله ما لم ينزل به عليهم سلطانا، من أين جاءوا بهذا؟ إن الشياطين اغتالتهم واجتالتهم عن فطرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. كل مولود يولد على هذه الفطرة، على التوحيد، ولكن أبواه يهودانه، أبواه ينصرانه، أبواه يمجسانه، يعني الناس على دين آبائهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وربنا تبارك وتعالى يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الإنسان العاقل
يعلم يقينا أن فطرته تدل على توحيد الله. وهذا يؤكد على هذا الذي سطره الله تبارك وتعالى بالنسبة لكل البشر: ألست بربكم؟ وهم جميعا في عالم الذر قالوا بلى. ولكن نرجع للحديث. الحديث هنا في عرض الذرية على آدم، وهذا موقف عجيب. عرضت الذرية جميعا على هذا الرجل. تصور أنا أعرف أبنائي، أنا الآن أعرف أبنائي، لي ولدان ليس لي غيرهما، لكن لا أعرف عدد أحفادي. أنا الآن رزقت بحفيدة لكن لا أدري هل أرزق بغيرها أم لا، هذا أمر غيبي. آدم الكائن الوحيد، المخلوق الوحيد الذي عرض عليه نسم بنيه فرآهم جميعا. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رب العزة سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم فأخرج منه ذرية على صورة القمر مضيئة منيرة، وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي. وأخرج منه ذرية على وجوههم قطرة وغبرة، وقال هؤلاء للنار ولا أبالي، نعوذ بالله من النار. يبقى كل شيء في القدر مستور، كل شيء في اللوح مكتوب، ونحن نسعى في مقادير الله. ولهذا لما قال صحابي من الصحابة: ففيما العمل إذن يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عرضت ذرية آدم على آدم، كل الذرية أمامه، فرأى وفي عيني كل واحد منهم لمعان. لمعان العين له إشارة، الوبيص النور بين العين له إشارة، إشارة الوضاء أو الجمال، أو إشارة إلى النور الذي يهدي به الله عباده. المهم أن آدم رأى واحدا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، أعجبه النور الذي يشع من عينيه بين عينيه، فقال: يا ربي من هذا؟ من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: يا رب كم عمره؟ لاحظوا، آدم عرف عمره، وهو المخلوق الوحيد أيضا، الإنسان الوحيد الذي عرف عمره ابتداء، وكان يحسب عمره آدم. قال: يا رب كم عمر داود؟ قال: 60 سنة. قال: 60 سنة قليل جدا، قليل جدا، هذا قدر الله. قال: يا ربي ليأخذ من عمري 40 سنة. وانظر هنا إلى حب الوالد لولده وشفقة الوالد على ولده. لا تجد شخصا يحب غيره أن يكون خيرا منه إلا الوالد مع ولده، وسنجد هذا مع داود وسليمان. فقال: يا ربي أعطيه من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم وجاء ملك الموت ليقبض روحه، قال آدم وهو يحسب عمره: ألم يبقى من عمري 40؟ أنتوا جايين بدري ليه؟ أتيتم قبل الوقت المحدد الذي أعرفه، أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قالوا: أولم تعطها لولدك داود؟ قال: أنا ما فعلت. إذا أنت الذي نسيت ميثاق الذر، أنت يا عبد الله الذي نسيت ميثاق الذر. هكذا ذرية آدم: وإنما سمي الإنسان إنسانا من النسيان. فنسي آدم، فنسيت ذريته. قال آدم: أنا لم أعطي لولدي داود 40 سنة، من قال هذا؟ نسي وجحد، لأن الحق أنه قال: يا رب أعطه، فهو جحد الحقيقة نسيانا، نعم، لكنها نسيان وجحود. وكذلك ذرية آدم، كثير منا يجحد الحق، وبعضنا يجحد الحق وهو يعلم، وهذه مصيبة كبرى. وبعضنا يجحد الحق ناسيا، ربما تختلف
مع أخيك في مسألة من المسائل فتقسم على أن الحق كذا وكذا وتجحد ما يقوله ثم يتبين لك أن الصواب فيما يقوله أخوك. فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطئ آدم يعني أخطأ أو أصاب الخطيئة فخطئت ذريته، وكل بني آدم خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. والله أراد منا في عالم الذر شيئا سهلا ميسورا، أراد منا شيئا قد فطرنا عليه. لماذا نسمح لأنفسنا أن تتسلط علينا الشياطين فتغير من فطرنا؟ الله فطرنا على توحيده، وأراد منا أن نوحده وأن نعبده وحده لا شريك له، فمن عبد الله وحده لا شريك له اتسق مع فطرته واتسق مع عقله ومع دليل العقل. أما من أعطى عقله لغيره ليفكر له فإن الشيطان ربما يجعله يعبد الحجر أو الشجر أو الوثن، يغتال الفطر ويؤتى بالرجل أو يؤتى بالمرء يوم القيامة فيغمس في النار غمسة، فيقال له لو أن لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ؟ يؤتى بالرجل الكافر فيوضع في النار دقيقة واحدة، غمسة واحدة في النار، ثم يقال له لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار؟ فيقول بلى يا رب. فيقول قد سألتك أهون من هذا، قد طلبت منك أهون من هذا، وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. نعوذ بالله من الشرك، ونعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأل ربنا الرحمن أن يثبتنا على الإيمان واليقين والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.